طب تعالي بقى نسمع رأي الدين في أم تعمل كده إيه. السلام عليكم يا شيخنا، معانا الشيخ ياسر عبد المنعم كبير أئمة بوزارة الأوقاف. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ حميدة. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله يا فندم، إزاي أخبار حضرتك؟ الحمد لله. أنا عايز أعرف يا مولانا إيه حكم الشرع في أم غادرت مسكن الزوجية بدون علم وإذن الأب، بعدين تخلت عن ولادها بعد ما هي خدتهم يعني ومشيت، تخلت عنهم وقعدت 7 سنين ما تسألش عنهم. دول سؤالين في سؤال. طب ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. دوت عندنا بيسمى في الشرع النشوز. إيه هو النشوز؟ النشوز هو الخروج من المنزل بغير إذن الزوج، لا إلى القاضي لطلب الحق منه، ولا إلى اكتساب النفقة إذا لم ينفق عليها الزوج أو امتناعها عنه لغير عذر. يترتب على إيه؟ على هذه على هذا النشوز 3 أمور. الأمر الأول اللي هو إن هي آثمة، لأن النشوز حرام شرعا. ترك بيت الزوجية بدون إذن هذا نشوز. تاني حاجة يسقط عنها النفقة والسكنة. ثالث حاجة يجوز التأديب والوعظ والهجر والضرب الغير مبرح، فإذا رجعت سقط ما ترتب على النشوز. الضرب المبرح؟ الضرب غير مبرح. غير مبرح. طب أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة يا مولانا، هي أصلا عملت كل ده ورفعت قضية خلع، ده حكم الشرع إيه؟ يعني مش بنسأل قانونا بقى، بنسأل دينا. ده بيبقى اسمها ايه في المجتمع، ولا بتعمل معاها ايه؟ بكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. انا قبل ما اتجوز حضرتك لازم اعرف الاول هل الزوج دوت مناسب ليا ولا، هل الطبيعه ديت مناسبه ليا ولا لا. ليه؟ لان هيترتب على هذا الزواج اولاد، يترتب على هذا الجواز اولاد. والنبي ده هياخدني بقى لسؤالك يا مولانا، لتكمله قصدي رد حضرتك بعد اذنك لسؤالي اللي جاي، انه بعد 7 سنين انا قاطعه مع عيالي وما سالتش عليهم، ما اعرفش هم بيناموا ازاي، بياكلوا ايه، هي عايزه تشوفهم ليه؟ ده انا ده ده ده, ده زي ما الدكتور قال كده، لابد ان تروح يعني استشاره على طول طبيب نفسي. استشاره طبيب نفسي، لان هذه النوعيه النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الزوج والزوجة قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبعا انت مش مسؤولة بس عن نفسك، انت مش مسؤولة عن نزواتك فقط، انت مش مسؤولة عن شهواتك فقط، هناك أطفال وهناك أولاد وهناك أسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المرأة قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، يبقى هنا تركت المسؤوليه بتاعتها دي اولا، ثانيا ارتكبت اسم لانها ضيعت اولادها. طب حضرتك بقى تقول ايه لبنتها يا صاحبه الرساله؟ لا، اقول لبنتها ان الاباء والامهات ما بيتعاتبوش. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اشكو اليك سوء خلق امي، نفس الحاله هي. يعني نفس الحالة، إني أشكو إليك سوء خلق أمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن سيئة الخلق حين حملتك في بطنها 9 أشهر. قال يا رسول الله إنها سيئة الخلق. إحنا مش عارفين بقى سيئة الخلق عملت إيه، الحديث هنا جاء مطلق، أي حاجة بقى سيئة الخلق ممكن تخطر على بال المستمع أو المشاهد. قال يا رسول الله إنها سيئة الخلق. قال لم تكن سيئة الخلق حين أرضعتك حولين. قال يا رسول الله إنها سيئة الخلق. قال لم تكن سيئة الخلق حين أسهرت لك ليلها وأصمأت لك نهارها. قال يا رسول الله قد جازيتها، أنا اديتها حقها وزيادة. النبي قال له أنت عملت إيه؟ قال حججت بها وهي على عنقي. يعني إيه؟ يعني يا رسول الله طلعت بيها جبل عرفة وهي على رقبتي، يا رسول الله سعيد بيها بين الصفا والمروة وهي على رقبتي، يا رسول الله تفت بيها حوالين الكعبة وهي على رقبتي، يا رسول الله رحت بها المزدلفة وبتسيب المزدلفة وهي على رقبتي، عملت كل أفعال الحج وهي على رقبتي، فهل جازيتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جازيتها. الأب والأم يا حياة لا يعاتبوا، بل
نتمنى رضاهم حتى ولو كان كافرين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام الطبراني والإمام ابن حبان، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات الخمس؟ اسمع حضرتك عشان نعرف إن طاعة الوالدين حتى ولو كانوا غير صالحين واجبة. طبعا. طب أنا بقى عايز أسأل حضرتك بقى يا مولانا، أنا بقى يا رب تكون الفكرة وصلت لحياة، بس أنا بقى عايزاك بقى إيه؟ يعني تقول كلمتين ليها ولكل الناس بتفرج علينا. الصبر والعفو إيه جزاؤه عند ربنا؟ يا الله، أنت عارفة حضرتك في ناس يوم القيامة بتخرج من القبور إلى الجنة. لا إله إلا الله. لا في حشر ولا في صراط ولا في سؤال ولا في عتاب ولا أي حاجة، يخرجون من الجنة صراعا إلى، يخرجون من القبور صراعا إلى الجنة. اللي واقف على الباب رضوان خازن الجنة، اسمعي يا حياة، أنتوا رايحين فين؟ هي بوابة من غير بواب؟ أنتوا رايحين فين؟ قالوا: ألم تعلم من نحن؟ نحن أهل الفضل. قالوا: بما فضلت أو بما فضلتم؟ ليه ربنا فضلكم؟ قالوا: كنا إذا ظلمنا صبرنا. الله. وإذا جهل علينا حلمنا. لا حول الله. وإذا أسيء إلينا غفرنا. فيقول لهم رضوان: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. يا حياة، الله عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يا حياة، الله عز، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن العفو ليس له جزاء إلا الجنة. فنعفو ونصفح، والله عز وجل يعني يصبرك. عاوز أقول لك يا حياة، أكثري من الذكر وأكثري من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلين قلبك وحتى يلينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته. لا إله إلا الله. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، فإذا فعلت ذلك دخلت الجنة. جهاد يا مولانا، جهاد. كل ابن آدم خطاء طبعا، كل ابن آدم خطاء. وبعدين الوالدين ما ينفعش نعاتبهم، لأن رضا الله من رضا الوالدين طبعا، حتى لو كان. ربنا يبارك لك يا مولانا. أنا عايزة بقى أسألك كمان، تقول إيه لطليقها وأبو ولادها وأي حد؟ أنا مش بتكلم قانونا، لأنه أنا ما أفقهش كتير في القانون، أنا بتكلم كدين، إنه أب يحرم أم من ولادها، تقول لهم إيه؟ الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا ظلم. يقول الله عز وجل: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. وقال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال رب العالمين: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. الله. هذا ظلم، إنك أنت تحرم أم من أولادها. وبعدين في حكاية القصة نرى أن الاثنين غلطانين، الاثنين غلطانين. انت حضرتك يعني انت سافرت وسبت زوجتك وخرجت من غير ما تحل المشكله، او من غير ما تثبت البيت، او من غير ما تلاقي هناك في حل لهذه المشكله، انت هربت وسبت الزوجه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعي. ان انت انا بشكرك يا شيخ، انا بشكرك ونورتنا، ويا رب يجعلك سبب دايما. شيخ ياسر عبد المنعم، كبير أئمة بوزارة الأوقاف، أنا بشكرك جدا ونورتني.